إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم هنا من مدينة الناظور فد السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الناظور. إجراءات أمنية صارمة، إجراءات أمنية مشددة فد اللحظات فد البراج ديال البوليس مدخل مدينة الناظور، براج ديال تويمة المعروف بالبراج ديال تويمة في مدخل مدينة الناظور. إذا كما كتوانا الآن رجال الأمن يعني الحاضرين الداخلة والخارجة، يعني برافو لرجال الأمن، برافو لرجال الحموشي هنا من السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الناظور. إجراءات أمنية صارمة، إجراءات أمنية مشددة فد اللحظات هنا من السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الناظور. كما كيعرف الجميع بان هو البراج هذا ديال البوليس، البراج ديال تويمه المعروف لدى الساكنه ولدى الجميع، لانه كيعرف واحد الحركيه كثيره ديال النقل، يعني الناس اللي كيجيو من مختلف المناطق هنا باقليم الناظور، كيجيو من اقليم الدريواش وطبعا وخارج الاقليم الناظور. يعني هذه هي الدخله مدخل مدينه الناظور. طبعا الناس ديال الشرطه يعني تاكسي او لا سياره اي واحد مشتبه فيه كيتم التوقيف ديالو في السد الامني القضائي، كيتاكدوا من الهويه ديالو، كيتم التنقيط ديالو. برافو للرجال الحموشي، برافو لرجال الامن لهذه المجهودات الجباره طبعا اللي كيقوموا بها في السد الامني القضائي بمدخل مدينة الناظور. إذا كما قلت متتبعينا، كما كيعرف الجميع السد الأمني القضائي كيعرف واحد الحركة كثيرة ديال النقل، الناس كما قلت كيجيو من مختلف المناطق هنا داخل إقليم الناظور وإقليم الدريوش وخارج الإقليم طبعا إقليم الناظور. إذا كما كتابعونا الآن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، إجراءات أمنية صارمة، إجراءات أمنية مشددة في السد الأمني القضائي بمدخل مدينة الناظور. لأن أي سيارة أو لا أي سيارة أجرة يعني مشتبه، أي واحد مشتبه فيه طبعا كيتم التوقيف ديالو من عناصر الشرطة هنا داخل السد الأمني القضائي. طبعا كيتاكدوا من الهويه ديالو وكيتم التنقيط ديالو